السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حبيبة، حياكم الله في القناة. Hello everyone, this is حبيبة. Welcome to the channel. حياكم الله ستروبري تشيز كيك. وأعرف أني كنت قطعة، I mean it, I'm sorry. لكن يعني صارت أشياء وايد حلوة والحمد لله كل شيء حلو. وأعرف أني وايد مقزرة، والله 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 أعذروني أعذروني، أنا آسفة. I am extremely sorry والله for being extremely lazy. But إن شاء الله wish me the best. أنتوا ادعوا لي إن شاء الله أني أرفع فيديوهات دوم، لازم دوم تذكروني. By the way أنا more active في قولوا وياي تويتش، أسوي رسمات وعشان يستوي، يعني أحس أني أنا أعوض، يعني بما أني أرسم يومين في الأسبوع حس هذا تعويض عن الفيديوهات. ولا تبغى فيديوهات تعليمية ما حد يتكلم، شو هذا؟ How dare you all. وضعي الحمد لله تمام والحمد لله، الشغل كالعادة لو عيب جبدي، لكن يعطوني مزاج عشان أرسم الحمد لله. وإيه كارها رسمي بالكوبيك، لا حد يقول شيء لأني أوردي كارها دلنا، فما في شيء ثاني أني أقدر أسوي. وإنتوا شو أخباركم؟ شو مسويين؟ شو علاماتكم؟ باي ذوي هالرسمة قسم بالله أني ضيعتها هذاك اليوم، يا سأفتش بس أسوي لها سكان، بس أسوي لها سكان ما حصلتها. أقول يا الله يا هالبلشة، وبعدين تذكرت أني ما يدست أرسم التفاصيل فيها، يعني قلت يا الله ما يكفينها ضايعة وبالعافية حصلتها ونسيت أسوي التفاصيل على أساس أني خلصتها كامل. المهم هاي بتكون هي رسمة آخر السنة إن شاء الله، وإن شاء الله تعجبكم. وطبعا بما أني أنا أخدع نفسي وأنتوا تعرفون أني أنا أخدع نفسي وأخدعكم وياي، وكلنا نحب بعض أن نحن نخدع بعضنا، لكن الله كريم. المهم أن نكون نحن مثابرون والحمد لله. وشوفوا يا جماعة الخير، صدق صدق أنا دوم أسألكم، إذا تبون توتوريالز خبروني إن شاء الله بسوي اللي أقدر عليه. أنتوا تستفيدون أنا أستفيد، تو واي بنفيت نفس ما يقولون. اوه باي ذا واي باي ذا واي، حد ما عندكم شاف ميدنا؟ بس قسم بالله قصه حلوه. وطبعا انا اخر وحده اني اشوف قوم ديمون سلاير ون بيس وما ادري شو، والقصه طويله. الحين اتابع ايدنز زيرو، اتابع كيميكو كانت كوميونيكيت وبيريد بلو، هاي يمكن ثلاثه افلام اللي الحين اتابع، المسلسلات اللي ثلاثه اتابعهم. ون بيس اترياهم لما ارفعهم باقي الحلقات. اوكي غير الانايمي شو كنت ياسا اسوي بعد؟ خبركم عن الانايمي، عن الشغل، كرهتكم في حياتكم المعتاد، بس هذا هو، ما عندي الكثير. يعني بس ما تشوفونها الرسمة، لحظة شوي بشغلها عشان اتكلم فيها. يعني بس ما تشوفون رسمة شخصيتي طبعا لافلي، she was blasted this year الحمد لله. ورسمة شو يسمونها ذا ليلي اوف ذا فالي، ليلي شي يسمونها، هاي رينج ليلي شي شي، هو هني طالع حلو يوم يلسى اصور قسم بالله، طلع الرسمة او ماي جاد حلوة، شو صار هني؟ ليش انتي خربتيها؟ لا كانت حلوة قسم بالله، حتى كنت احاول اني اجرب يعني طريقة كيف اني الون الشعر نفس طريقة التلوين في ديجيتال، يوم نسوي حركة لون من البشرة في الشعر، يعني أحس يعني نص نص كان أوكي، لكن صدق صدق مش عايب إنه يعني طريقة تلوين بصراحة، يعني كنت عيازة بتلوين الفستان، كان شعر حلو، شعر حلو هي، الأوراق حلوة يعني، الوردة ما رسمتها بدون ما ضمير، ما أدري شو جايني مستوية زولة، صح على أساس أنا ما أكون زولة زيادة، لازم أرفع فيديو زيادة. جزاكم الله بخير والله على السبورت وعلى اللايكات وعلى كل شيء بصراحة، والله انتو تسعدوني، والله تسعدوني، جزاكم الله بخير، اشكركم على كل السبورت تسووا لي. واشوف هني الرسمة حس وايد سويت جرين، هو على اساس ان يعني الفكرة انها تكون لابسة فستان نفس فكرة الوردة، لكن جايب العيد نفس كل مرة، يعني ما في شيء جديد. جزاكم الله بخير. ايه سمعت جنة في صوت، هي كنت اكتب ملاحظات عن هالوردة، لحظة شوي ما اعرف من فرد الدفتر، لحظة شوي هي قلت ابغى اسوي قصص رعب بس ما عندي افكار وايد. المهم ستروبري تشيز كيك ويلكم باك، طبعا ويلكم باك تو مي، وان شاء الله تشوفون وايد فيديوهات. وبنا زيت كوبيك، كوبيك الحياة، الكوبيك احس احلى الكوبيك، شو رايكم انتم احلى كوبيك ولا ديجيتال؟
وشكرا والله، شكرا، جزاكم الله بخير على كل شيء، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. اوكي، باي باي.